القانون السيادة متفصل على مقاس مرشح الإخوان والدوائر قسمت على مقاس 588 بالظبط. ده ما شايلاه مكان يقعدوا فيه. قانون قانون جديد يا أستاذ عشان يرادوا الشلة. قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية. هنا أرجع أكد تاني فكرة أحزاب سياسية من حق أي مصري أي مواطن يحمل الجنسية المصرية أن يؤسس حزب. لا بس أنا عايز أدخل في تفاصيل أبعد منها. طبعا ده مهم جدا الدستور بالتحديد والقوانين اللي بتنظم العلاقة بين المصريين وبين جيشهم وبين الشرطة. أنت عايز أدخل في التفاصيل دي يعني هل إحنا في حاجة لإعادة هيكلة الداخلية ولا حد يجي يقول لي دلوقتي لا بلاش بقى الكلام في الموضوع ده. هل احنا في حاجه لعداله انتقاليه حقيقيه؟ ما هو ده الكلام استاذ جميل اللي ما يرجعناش للتجربه المريره والسيئه بتاعه المصريين في مجمل الثلاث سنين الثلاث سنين او السنتين. موقف القوى المدنيه من البدايه كان موقفها الصحيح. ايه هو بقى؟ حتى من العهد السابق عهد مبارك ازاي؟ احنا ما احناش بصدد معاقبه كل من كان عضوا في الحزب الوطني. ما اقدرش لان في ناس شرفاء ما حدش قال ده خالص. ما حدش قال ده خالص. انما كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، كل من نهب اموال الامه، كل من اشرف على تزوير الانتخابات، كل من اشرف على عمليات التعذيب، كل من يحاسب اساء الى الامه يحاسب ويحاسب بالقانون. بالظبط. ومش بقانون عزل. انا مش عايز قوانين استثنائيه، بالقانون العادي. انت عندك ترسانه من القوانين، ده قانون العقوبات، ده فيه جزء عن مكافحه الارهاب، فيه اعدام. ما انتش محتاجه ولا الطوارئ ولا لاي شيء، خلاص؟ نمره 2 بالظبط. يعني انا هو ده التفاصيل اللي انا كنت انت محتاج انك انت هنا بقى نقطه دايما تثار. طب الاخوان نعمل فيهم ايه؟ القيادات ارجو الليله محمد مرسي يكون في الطورة، مش كده؟ انا متوقع هيبقى فين؟ هيتردد النطوره وده هيطمن بعض المثقفين غالبا هيتصحى هو هربان من هناك. انا بتوقع وده يا خالد هيطمن ده هيطمن بعض مثقفينا اللي يعني قلقانين بيقول لك يعني ما حدش عارف مكانه وما حد